اهلا بيكم، انا علي معايا زميلتي حبيبه، وهنتكلم برضو عن المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان نكون جاهزين للامتحانات. واحنا بنتكلم هنكون بنعرض ليكم صور وفيديوهات عشان نوضح كل المعلومات المهمه اللي بنتكلم فيها. قولي لي يا حبيبه، احنا نبدا الامتحانات الاسبوع الجاي، تستعدي للامتحانات ازاي؟ مبدئيا انا براجع المنهج كله ليله الامتحان، بتاكد ان انا غطيت كل المواضيع، وبعد كده لازم اتاكد ان التابلت بتاعي مشحون على الاخر، عشان تخيل ايه اللي ممكن يحصل لو التابلت بتاعي قطع شحن في نص الامتحان. طيب تعرفي ازاي ندخل على الامتحان؟ لازم مبدئيا يكون التابلت بتاعك متوصل بال4G او بالواي فاي، فعلى اساس كده لازم تكون عارف ازاي هتوصل التابلت بتاعك بالواي فاي او بال4G. تمام. طيب ده بالنسبه لتوصيل التابلت بالانترنت، طب ازاي نخش على الامتحان نفسه؟ لما توصل التابلت بتاعك على الانترنت هيكون عندك ايقونه على الشاشه الرئيسيه بتاعه التابلت زي دي، لما هتدوس عليها هتدخل على شاشه الامتحان على طول، بس لازم تكون دايما متاكد قبل الامتحان بكام يوم ان انت عندك الايقونه دي على التابلت بتاعك. طيب يا حبيبه، تفتكري موضوع الدخول على الامتحان هيكون صعب؟ لا خالص، اهم حاجه ان تتاكد ان انت تدخل اسم المستخدم وكلمه المرور صح، بس انت لو دخلتهم غلط هيظهر لك رساله على الشاشه بتقول ان في حاجه غلط، وفي الحاله دي هتدخله مره تانية. وممكن اغير اللغه؟ طبعا ممكن، اول ما تدخل على الامتحان لاول مره هتظهر لك شاشه على الشاشه الرئيسيه هتقدر تغير منها اللغه من عربي لانجليزي زي ما هتشوف كده، كل عليك ان انت تختار اللغه اللي انت عايزها من القائمه. وتفتكري دي هتكون لغه الامتحان؟ لا، دي هتكون بس اللغه اللي بتوصلك للامتحان نفسه، لكن كل امتحان وليه اللغه الصح بتاعته. لكن مثلا لو انت بتمتحن الرياضيات بالفرنساوي هتلاقي الاسئله بالفرنساوي وهتجاوب عليها تلقائيا بالفرنساوي برضه. طب وازاي ادخل على الامتحان عشان احل الاسئله؟ على نفس الشاشه اللي بتغير منها اللغه زي ما عندي كده هتدخل كود من 9 ارقام اسمه كود الجلسه، وهتدوس بعد كده سبميت. لازم تتاكد ان انت دخلت الرقم ده صح، عشان لو دخلته غلط هيطلع لك رساله بتقول لك ان في حاجه غلط ولازم تدخل الرقم تاني. خلي بالك ان انت لازم تدخل الكود في ميعاد بدايه الامتحان، لو دخلته بدري شويه مش هيرضى يدخلك على الامتحان. طب هو انا اقدر استخدم نفس الكود في كل الامتحانات بتاعتي؟ لا، هيكون في كود خاص ومختلف لكل امتحان. وبعد كده هيبدا الامتحان على طول؟ لا، بعد لما تدخل كود الجلسه هتظهر لك شاشه تانيه بتقول لك ايه الامتحان اللي انت هتمتحنه زي هيحصل دلوقتي، وبعد كده تدوس زرار ابدا وهيبتدي الامتحان يتحمل. ولو الامتحان ما بداش معايا؟ اول ما هتدوس على زرار ابدا هيبتدي الامتحان يتحمل عندك، بس الموضوع ده ممكن ياخد شويه وقت. اول ما يتحمل الامتحان دوس زرار ابدا تاني اللي عندك تحت وهيظهر لك السؤال الاول على طول. اما لو الامتحان ما تحملش حاول ان انت تعيد كل الخطوات من اول وجديد. طب هو انا ممكن اخد الامتحان في اي وقت؟ لا، لازم تبتدي الامتحان في الوقت المحدد ليه. طب ولما يبدا الامتحان وابدا الاجابه اعرف ازاي الوقت اللي فاضل؟ هتلاقي عداد الوقت على الشاشه من فوق بيوري لك فاضل قد ايه من الامتحان، والعداد ده بيتحول للون الاحمر لما يكون فاضل 5 دقايق والامتحان يخلص. ممكن اغير شكل شاشه الامتحان؟ ايوه، ممكن من خلال شريط الادوات اللي هيساعدك انك تخلي عرض شاشه الامتحان على شاشه التابلت كامله، او انك تعرف مدى تقدمك في الاسئله، او تغير اللون، او تغير حجم الخط او الفونت، وازاي تكبر وتصغر الاسئله باستخدام لوحه المفاتيح، وفي الاخر ممكن كمان تعلم على الاسئله اللي انت عايز ترجع لها. ممكن اخلي طريقه عرض صفحه الامتحان بالطول؟ طبعا ممكن، بس خلي بالك انك لو عامل الصفحه بالطول عشان توصل لشريط الادوات هتضطر تدوس على زرار القائمه اللي على شاشه التابلت. تعرفي يا حبيبه نوع الاسئله اللي هتيجي في الامتحان؟ هيكون عندك نوعين من الاسئله، اول نوع هو اختيار من المتعدد، في السؤال ده هيكون عندك عده اختيارات وهتختار منهم الاجابه الصح. اما النوع الثاني فهو الاسئله المقاليه.
طب وانا اقدر اعمل ايه عشان اراجع اجابتي؟ تقدر تراجع على اجاباتك في اي وقت من الامتحان من خلال ان انت تدوس على شريط الادوات اللي هيرجعك للسؤال اللي انت عايز تراجع عليه، وبرده لما تخلص هتقدر تدوس على زرار المراجعه، وكده هتروح لشاشه المراجعه وهيتم عرض ارقام الاسئله عشان تشوفها، الاسئله اللي انت جاوبت عليها، والاسئله اللي انت عملت عليها علامه اثناء الامتحان، والاسئله اللي انت لسه ما جاوبتش عليها. وازاي اسلم الامتحان؟ في شاشه المراجعه من تحت هتلاقي زرار انهاء، لما تتاكد ان انت حليت كل حاجه ورجعت كويس عليها دوس عليه. طب بعد ما دوست انهاء ممكن ارجع للامتحان تاني عشان اعدل شويه حاجات او ازود حاجات نسيتها؟ ايوه طبعا ممكن. بعد لما تدوس على زرار انهاء هيطلع لك رساله تاكيد تسالك لو انت عايز تخلص الاختبار ولا لا. لو اخترت لا هتقدر ترجع لشاشه المراجعه، ولو اخترت نعم كده هتكون خلصت الامتحان واجاباتك اتسجلت بشكل تلقائي ومش هتقدر ترجع تاني للامتحان. وايه اللي هيحصل لو الوقت خلص وانا لسه بجاوب على الاسئله؟ هتتقفل صفحه الامتحان وتتحفظ الاسئله اللي انت جاوبتها قبل نهايه الامتحان بشكل تلقائي. ايه اللي هيحصل لو مشكله خرجتني بره الامتحان ولسه الوقت ما خلصش؟ اولا ما تقلقش، اجاباتك هتكون اتسجلت تلقائيا خلال النظام، وهتقدر تدخل مره تانية بنفس الطريقه اللي دخلتها اول مره، وبعد كده حاول الاتصال بالواي فاي مره تانية. لو فشل الاتصال هتحتاج الاتصال بالشبكه قبل الدخول مره تانية، وبعدها هتقدر تكمل اجابه امتحانك بكل بساطه، مش هتخسر اي وقت بسبب المشكله دي. طب وايه اللي هيحصل لو خلصت الامتحان ومعرفتش اسلم الاجابات؟ ممكن يكون بسبب فاصل الانترنت، ولما تعمل اعاده اتصال بالانترنت اجاباتك كلها هترسل عن طريق النظام، ولكن اطمن مش تفقد اي من اجاباتك. بعد ما تكون اتاكدت ان انت اتصلت بالانترنت لازم تدوس ارسال. اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد ليكم. لو عندكم اي استفسارات تانية تقدروا تسألوا المدرسة بتاعتكم، واستنوا فيديوهات تانية تشرح الامتحانات الجاية. ربنا معكم في الامتحانات.